الصوت والانقطاع حتى تسمحوا لي كل شيء إذا موافقين في توافق ضروري كيف نصحى من حمص الله التي سلم روح فاطمة أمزيل رئيسة نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية. احنا اليوم في هذا الدورة الاستثنائية اللي غادي نقدوا بها الأجهزة ديال المجلس، بحيث أننا انتخبنا على رؤساء اللجان ونوابهم وكذلك على اللجان بنفسها، مش حل من عضو اللي يختار يكون في أي لجنة من اللجان الخمس، وكذلك اتفقنا على اللجنة ديال المعارضة اللي كذلك صوتنا عليها بالإجماع، وكذلك الممثلين ديال المجلس في الهيئات الأخرى الممثلين اللي هما الرامسة واللجنة ديال الجماعات أكادير الكبير إلى آخره. إذا كما شفتوا داز هذا الانتخابات، نقولوا بأنهم انتخابات دازوا في ظروف حسنة، وكان يعني كان واحد التناغم، واحد استجابة من جميع النواب، من جميع أعضاء المجلس معارضة وأغلبية، وداز في جو ديمقراطي بحيث كانت أغلبية، يعني صوتنا على الأغلبية لكل عضو من الأعضاء اللي ترشحوا لهذ اللجان هادو، وكذلك احتسبنا الأصوات ديال المعارضة والأصوات كذلك ديال الممتنعين، وداز هذا الشيء في جو من الديمقراطية والشفافية. وإن شاء الله حددنا كذلك السيد الرئيس رغم التزاماته الكثيرة، يعني أبى إلا أن يحضر معنا، ويعني باش يمشي الأمور ديال المجلس، وراه هو مهتم بالأمور اللي يعني ديال اللي كتعاني منها الساكنة، وخدام على الأوراش اللي احنا كلنا يعني درناها في البرامج ديالنا، يعني الاغلبيه كاغلبيه اللي اتفقنا عليها كاغلبيه، يعني لا الحزب ديالنا ولا الاحزاب اللي داخله معنا في التشكيله. وكنتمناو كذلك حتى المعارضه تدلوي بدلويها باش نجودوا الاشغال ديال المجلس، وهذا كله لا لشيء الا لخدمه الساكنه. وكنتمناو ان شاء الله الباقيه اللي غادي تجي تكون مزيانه، بحيث انه قرر السيد الرئيس باش باجماع باش نهار 15 في هذا الشهر ان شاء الله 15 نوفمبر غادي نصوتوا على الميزانيه ديال المجلس اللي غيكونوا فيها حتى هي اشتغال كذلك، لانكم كتعرفوا الاكراهات اللي كاينه والانتظارات. اذا ان شاء الله يعني كنستبشروا خيرا. محمد بركه، عضو المجلس الجماعي لمدينه اكادير. تبعتوا معنا اليوم اشغال الدوره الاستثنائيه لمجلس الجماعي الاكادير، واللي كانت مخصصه لانتخاب اللجان وممثلي المجلس في بعض المؤسسات التدبيريه. طبعا الاجواء اللي مرت فيها هذه الدوره هي اجواء نتاع الانسجام، نتاع التناغم بين كل مكونات المجلس، اغلبيه ومعارضه، واللي هي اشاره قويه لان الجميع يعتزم العمل والجد والاجتهاد من اجل اعطاء الافضل لمدينه الانبعاث، مدينه اكادير. والاشاره الثانيه هي ان اليوم اكادير يسيرها رئيس الحكومه اللي هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي الاكادير، واللي هذه فرصه لا تعوض بالنسبه لمدينه اكادير باش يعني كل الاوراش يتم الانجاز ديالها في الوقت المناسب ديالها، وايضا ترتقي المدينه الى مدينه يعني عالميه، ومدينه اللي تثبت الحاله ديالها ضمن المدن المتقدمه على المستوى الوطني كمراكش وكالرباط وطنجة وغيرها من المدن. سناء الحيان، مستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لأكادير، اليوم كانت حاضرة في مراحل الدورة الاستثنائية الانتخاب والتصويت على رؤساء اللجان ونواب اللجان والممثلين ديال الجماعة في المصالح الخارجية، وكان واحد الدورة عرفت واحد التوافق كبير ما بين الفرق السياسية اللي كتشكل المجلس، لا من الأغلبية ولا من المعارضة، في جو ديمقراطي. كنتمنى أن هذا الجو الجميل اللي مرت فيه الدورة الاستثنائية ديال التصويت على رؤساء اللجان ونواب اللجان تكون إن شاء الله إشارة إيجابية المسار إن شاء الله اللي غادي يكون ديال الإصلاح والتغيير في مدينة أكادير، لأن في الحقيقة أكادير اللي بغينا لها بزاف ديال الحوايج، ولهذا الانتظارات ديال الساكنة ما بقاوش انتظارات عادية، بحكم أن السقف ديال الانتظارات ولا جد عالي، وكما
الكل يعرف ان رئيس المجلس البلدي لاكادير هو نفسه رئيس الحكومات ديال بلدنا الحبيب المغرب، ولهذا كنتمنوا ان شاء الله ان هذا يكون واحد فال خير على مدينه اكادير، لانها منذ سنوات وحنا كنتسناو كساكنه قبل ما نكونوا مستشارين جماعيين، والتواجد ديالنا في هذا المجلس والدخول ديالنا في الغمار السياسي هو اننا نترافعوا على المشاكل ديال المدينه، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ونكونوا جزء من الحل، ويكونوا جميع الفروق السياسيه ان شاء الله في واحد المسار جميل، ويكونوا عند المنتظرات ديال الساكنه، وبالتوفيق لجميع الفرق السياسيه.